خلونا ننتقل لموضوع تاني. الحقيقة حماية المستهلك بيطلق مبادرة للامتناع عن الشراء في أول ديسمبر، كلنا بدون استثناء، حتى الناس يعني اللي دخولها لطيفة شوية يعني، بس برضو ما هو في مرحلة الواحد بيتعب منها يعني، مش أنا يعني أو إحنا، قصدي اللي دخولهم لطيفة يعني، كل الناس على كل المستويات في كل الدرجات في كل الطبقات بيشتكوا من نار الأسعار. أي نعم الشكوى بتبقى متدرجة، في واحد بيشتكي كده يعني اللي هو بيقول إيه ده الأسعار زادت، في حد بيتخض إيه ده الأسعار زادت، في حد يقول إيه اللي بيحصل ده أنا مش قادر، وفي حد بيصرخ بقى، في حد بيصوت بقى، في حد بيلطم بقى لأنه مش قادر يعيش عشان الأسعار زادت. ما هي مستويات وهي طبقات وهي قدرات مختلفة على التحمل. في حد ممكن يتحمل، في حد مش فارق معاه بس متضايق، وفي حد فارق معاه بس ممكن يتحمل، وحد مش قادر يعيش. عشان نبقى واضحين وصراحة مع بعض، زيادة الأسعار بتعمل كده. لو في حضر من حضراتكم حد مش عارف ان زيادة الأسعار الأخيرة دي وصلت ناس لمرحلة سيئة جدا، فأنا بقول لكم يعني معلومة، كلنا بكل مستوياتنا بكل طبقاتنا بنشتكي من الاحتكار والمحتكرين. طيب السؤال، هل يا ترى شكوتنا دي من زيادة الأسعار أو احتجاجنا عليها أو غضبنا يقدر يخلينا نتوحد في موقف واحد، يقدر يخلينا نتوقف عن شراء أي سلعة أو أي منتج لمدة يوم يومين ثلاثة، يعني أيا كانت المدة يعني؟ يا ترى إحنا كمستهلكين رافضين وغضبانين ومتأثرين جدا بزيادة الأسعار، نقدر نثبت إننا أقوى من الجشعين من التجار؟ مش كل التجار، الجشعين منهم. على فكرة نقدر، ومش هنموت لو وقفنا شراء لمدة يوم اتنين اسبوع، اللي هي الحاجات، او لو حتى هنشتري حاجات نشتري الحاجة اللي هي هتعيشنا. وانا مش بتكلم على الفقراء بس، انا مش بتكلم على اللي غير قادرين بس، مش بتكلم على اللي مأذيين قوي من ارتفاع الاسعار بس، انا بتكلم على كله، بتكلم على اللي قادر يشتري ومفيش فارق معاه انه يعمل ده ويشترك في ده عشان يحس باخوه اللي عايش معاه في البلد دي، عشان ما يجيش عليه يوم يتأثر هو كمان، عشان ما يجيش يوم يبقى فيه فرق شاسع بين الطبقات وبعضها، ونلاقي طبقة قاعدة متحفزة ومتنمرة ومتربصة لطبقة تانية عندها استعداد تهجم عليها تاخد اللي عندها. فالمصلحة مشتركة، أنا بكلم كل الناس، ان احنا هل نقدر نوصل رسالة ونقول فيها ان احنا ضد الجشع وضد الاستغلال؟ هل نقدر نقف ورا مبادرة هدفها الامتناع عن الشراء ولو لمدة زمنية يوم اتنين تلاتة اسبوع، الا في الضرورة القصوى نشتري بس؟ هي مبادرة حقيقية على فكرة، موجودة على ارض الواقع، مش انا اللي بأطلقها، ومش أنا اللي لازم أعمل مبادرة عشان أقعد أسقف لها وأقعد أهيص لها وأقعد يعني أحييها وأسير وراها. الإنسان الطبيعي لو شايف أي حاجة في أي حتة كويسة معاه أأيدها أدعمها، مش لازم أبقى أنا صاحب الشو والسبق عشان يتقال فلان الله هو اللي عمل كذا. مش لازم، هو مش تحقيق سبق البرنامج ولا الشخص، هي فكرة أيا كان مطلقها. في المرة دي مطلق المبادرة هو جهاز حماية المستهلك، يطلق مبادرة للامتناع عن الشراء أول ديسمبر، اللي هو عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أطلق مبادرة، وإحنا النهاردة بنسأل نفسنا وبنسأل حضراتكم، نقدر نقف معاها ولا لأ؟ نقدر نكون صادقين مع نفسنا ولا لأ؟ نقدر يكون لنا دور
في هذا المجتمع وفي هذا الوطن ولا لا، ولا هنفضل دايما مفعول بينا، هنفضل دايما مستقبلين لأي حاجة تحصل ونتكيف معاه، نقدر يبقى لينا دور ولا لا؟ سؤال ما بجاوبش عليه، أنا بترك الإجابة لحضراتكم. نقدر نشوف دلوقتي ونسمع من اللواء عاطف يعقوب إزاي يكون اللواء. أهلا بيك وصباح الفل على حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ هيثم وأهلا بمشاهدينك الكرام. سيادة اللواء، ملخص هذه المبادرة إزاي لو الناس استحسنتها كلنا نقف وراها، المغزى في النهاية منها إيه؟ طب خلينا الأول بس نوضح حاجة، هذه ليست مبادرة جهاز حماية المستهلك، وإنما مبادرة المواطن عاطف يعقوب اللي هو مستهلك، اللي هو زيه زي أي حد من المستهلكين بيعاني من الارتفاعات الغير مبررة من في الأسعار. تمام. نمرة واحد. نمرة اثنين، عشان كده احنا لو احنا اتكلمنا وخليناها ان دي مبادرة من جهاز حكومي، فاحنا مش عايزين ده النتيجة اللي احنا نوصل لها، قد ان احنا نقول ايه لا ده هم الحكومة يحسون على هذا. احنا عايزينها مبادرة شعبية انطلقت وخرجت من مواطن في هذا البلد، وعايزين نعممها على الجميع. بالظبط كده، دي مبادرة المواطن عاطف يعقوب زي اي حد بينزل بيشتري بيعاني من الاسعار، ان احنا كلنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنشتكي، انما ما فيش رد فعل يقول ان المستهلك له من القوة اكثر من قوة العرض. عشان كده احنا بنتلقى الخبطات اللي هي الارتفاعات الغير مبررة، وكل ما يحدث ان احنا في مجالسنا ان احنا بنكتفي بالشكوى من ارتفاع الاسعار، ولم نأخذ اي اجراء ان هو امام هذا التغول اللي حصل على حقوق. تمام. هي مبادرة خاصة بالتأهيل. نقدر؟ لا، أنا أعتقد نقدر. إحنا عايزين نحول إلى حالة ذهنية. تعرف حضرتك لو المبادرة دي نجحت، أنا هطالب إن يبقى يوم 1 ديسمبر من كل عام يوم المستهلك نذكر، عشان ما يروحش مننا مناسبة زي كده إنها المستهلك وقف ضد يعني التغول اللي بيحصل عليه. يوم واحد بس يا سيادة اللواء، يوم واحد رمز، إحنا ببعت رسالة رمزية ونقول للناس، لان انت لو قلت ان احنا هنقعد كتير لا ممكن ان هي تفشل، لان بقى في احتياجات، انما الرمز بيوم واحد بيقول ان المستهلك يستطيع ان هو بعد كده يصعد. تعرف حضرتك كان زي ما بدي امثال اليابان، الرز غلي وهم وجبتهم الرئيسيه الرز، صحيح، فكانت النتيجه ان هم وقفوا قدام الارتفاع الرز نزل. في ابتدى في انجلترا بصل وبطاطس الوجبه الرئيسيه، الناس وقفت وقالت مش هناكل بصل وبطاطس، نزل بصل وبطاطس. في الارجنتين البيض ارتفع سعره، واللي جاي يشتريه من السوبر ماركت لقى السعر بتاع النهارده غير سعر امبارح بشكل غير متناسب، فالناس كلها بطلت. الشركه نفسها قدمت اعتذار ورجعت البيض ثمنه اقل من ثمنه اللي هو كان معروض. عايزين نرجع تاني للسلوكيات واخلاقيات. أنا بس هستأذن حضرتك، النهاردة أنا دخلت دلوقتي قدام جامعة الدول العربية لنعقد أول اجتماع لخبراء حماية المستهلك في الوطن العربي. تمام. مصر مشاركة فيه، وإحنا زي ما بيقولوا كده إن إحنا مش هنبخل على يعني أهلنا في الوطن العربي، نعلمهم ونتعلم منهم، وحماية المستهلك لازم برضه تبقى جزء أصيل من تحقيق السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل بيننا وبين أهلنا واهلنا في الوطن العربي. تمام يا سيادة اللواء، انا بشكرك شكرا جزيلا، وانا اول المشتركين واول المساهمين في هذه المبادرة اللي